السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقوم بتصحيح الامتحان الجاوي الموحد خاص بالسنه الاولى من سلك البكالوريا ديال سنه 2023 جهه طنجه تطوان الحسيمه، ماده اللغه العربيه ديال جميع الشعاب العلميه والتقنيه. مفهوم الحداثه: يرى توجه فكري عربي ان هناك حداثات لا حداثه واحده، وان الحداثه الغربيه التي هي متعدده الصفات هي نفسها حداثه متعدده، أن لكل مجتمع حداثته الخاصة به بمجرد ولوجه إلى الحداثة الكونية، كما تبلورت في الحقل الثقافي العربي فكرة مفادها أن البلاد العربية ليست بلدانا متخلفة كما كان ذلك سائدا في الماضي، بل إنها دخلت في تنمية كثيفة ومتسارعة جعلتها تدخل بدرجات متفاوتة إلى الحداثة. وهذا يعني أنه ليس هناك نموذج واحد للحداثة، بل توجد نماذج عديدة، وهو أمر يؤكد فكرة دخول هذه المجتمعات دروب حداثة كما يؤكد فكرة تعدد الحداثة. فهل حقا الحداثة حداثات متعددة؟ اتفق جل النظريات الاجتماعية على أن الحداثة أوروبية النشأة، لكنها تتباين حول تاريخ نشأتها. فالبعض يرى أن الحداثة لم تتبلور كمفهوم إلا ابتداء من القرن الخامس عشر، لكن الأفكار المحورية المشكلة لها والتي تتمثل في العقلانية والجديدية والتقنية تمتد جذورها في أعماق التاريخ وتوجد بشكل جنيني في كل الحضارات، إلا أنها لم تطور في كل هذه الحضارات بنفس الدرجة وتستثمر فيها لتبلور الحداثة. لكن هناك مؤرخين يعودون بهذه النشأة إلى بداية القرن الثامن عشر ويربطونها باكتشافات علمية وتقنية بالدرجة الأولى، ثم بأحداث سياسية فاصلة من الدرجة الثانية. لكن التطور الأمثل والأوفى في تحليل الحداثة الأوروبية يقوم على إرجاعها لا إلى أحداث تاريخية بعينها ابتكرتها، ولا على التركيز على عامل وحيد خلقها، بل على إبراز كل الأحداث التاريخية والعوامل الفكرية التي تضافرت في إحداث هذه الحداثة، أي على إبراز العوامل الثقافية والاقتصادية والعلمية والتقنية والسياسية التي أوجدتها. وهذا يقتضي النظر إلى الحداثة كسيرورة تراكمية واسعة ومتدرجة، إما من منظور خطي متواصل أو عبر هزات وقطائع. لذا فالقول بأن الحداثة حداثات هو تلطيف كلامي متجاوز معرفي وشكل من أشكال مقاومة الحداثة فكريا، وخاصة لنواتها العليا المتمثلة في العقلانية والحرية بسبب عسرها وعنائها وجرعتها المرة. كل هذه العوامل تسعى إلى تمطيط مفهوم الحداثة وفصله عن نواته ونموذجه وتحويله إلى مفهوم واسع ورخ. إن الحداثة سيرورة تاريخية كلية للعصور الحديثة، سيرورة مركبة وعنيدة تولد لنفسها كيفية الانتشار عالميا بدرجات وسرعات وتدرجات مختلفة عبر عدة مستويات، أولها الحداثة التقنية ثم الحداثة التنظيمية ابتداء من الاقتصاد إلى السياسة مرورا بالحياة الاجتماعية وأخيرا الحداثة الفكرية أي العقلانية، التي هي الشرط اللازم المضمر الذي يمكن أن يتحول إلى معيار حاسم في تقييم كل المستويات والأنواع الأخرى للحداثة. السؤال الأول: اقرأ نهاية الفقرة الأولى وبداية الفقرة الرابعة وافترض الإشكال الذي يدرسه النص. الإشكال الذي يدرسه النص هو إشكال تعدد الحداثة أو حقيقة الحداثة المتعددة. السؤال الثاني: حسب فقرتي النص الثانية والخامسة، هل تعد الحداثة حداثات متعددة أم حداثة واحدة ولماذا؟ حسب الفقرتين الثانية والخامسة تعد الحداثة واحدة وتتمثل في الحداثة التي نشأت في أوروبا ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي، لأن هذه الحداثة هي سيرورة تاريخية كلية للعصور. الحداثة مركبة ومتعددة المستويات تنتشر عالميا بطرقها الخاصة بدرجات وسرعات وتدرجات مختلفة، لكن وراء هذه المستويات المتعددة هناك نمط واحد من الحداثة يتمثل في الحداثة الفكرية بوصفها عقلانيا. السؤال الثالث: انطلق من قراءة الفقرة الرابعة ووضح تفسير الكاتب لفكرة تعدد الحداثات وبين موقفه منها. يعتبر الكاتب فكرة تعدد الحداثات تلطيفا كلاميا وتجاوزا معرفيا ومقاومة للحداثة بسبب عسرها وعنائها وجرعتها المرة، ويراها سعيا إلى فصل المفهوم عن نواته ونموذجه وجعله فضفاضا ومتلبسا. وشخصيا أرفض فكرة تعدد الحداثات،
فهنالك حداثة واحدة فقط وهي حداثة كونية. السؤال الرابع: استعمل الكاتب حقلا وجميلا يدل على الإبداع، استخرج من الفقرة الثالثة 4 كلمات تنتمي إلى هذا الحقل المعجمي، أهما اكتشافات، ابتكر، خلق، إحداث، وأوجد. أنا درت لكم 5 ثم ديروا 4. سؤال خامس: استخلص من النص ما يلي، تعريف الحداثة الذي تبلور في الحقل الثقافي العربي والخاصية المميزة لهذه الحداثة. هو الجواب: الحداثة نتيجة للتنمية الكثيفة والمتسارعة وتتميز بتعدد نماذجها. التفسير الأمثل لنشوء الحداثة في أوروبا وتصور الحداثة الذي يقتضي هذا التفسير. التفسير الأمثل هو إبراز كل الأحداث التاريخية والعوامل الفكرية والمتضافرة في أحداث الحداثة، وهي صيرورة تراكمية واسعة ومتدرجة إما في منظور خطي متواصل أو عبر هزات وقطاع. أنواع الحداثة والنوع الأسرع انتشارا من بين كل هذه الأنواع. يقسم الكاتب الحداثة إلى أنواع، وهي الحداثة التقنية والحداثة التنظيمية التي تشتمل على الحداثة الاقتصادية والحداثة السياسية والحداثة الاجتماعية ثم الحداثة الفكرية. وتعد الحداثة التقنية أسرع انتشارا من كل أنواع الحداثات الأخرى. سؤال السادس: في النص روابط لغوية تفيد الاستدراك والنفي والإضراب والتفسير. ألف: استخرج من الفقرتين الثانية والثالثة جملا تشتمل على هذه الروابط مع الحرص على التمثيل لكل رابط بجملة واحدة من الفقرتين. الاستدراك: لكنها تتباين حول تاريخها، ولا لكن الأفكار المحورية المشكلة لها، لكن هناك مؤرخين يعودون. النفي: لم أو لا، لم تتبلور كمفهوم أو لم تطور في كل هذه. الإضراب: بل على إبراز كل الأحداث التاريخية والعوامل الفكرية. التفسير: أي على إبراز العوامل الثقافية والاقتصادية. بين وظيفة هذه الروابط اللغوية في السياق الذي استعملت فيه. الوظيفة: الربط بين الأفكار والحجاج من أجل الإقناع. سؤال السابع: ليست هناك حداثات متعددة، وإنما توجد حداثة عالمية واحدة صالحة لكل زمان ومكان. ناقش هذا الرأي وأبدي رأيك في فقرة من 6 أسطر. فكرة وجود حداثة عالمية واحدة صالحة لكل زمان ومكان تثير جدلا في العلوم الاجتماعية والفلسفة، بينما يؤمن بعض الناس بوجود قيم عالمية مثل الحرية والعدالة، يعترض البعض الآخر على هذا الرأي بسبب التنوع الثقافي والتاريخي. من وجهة نظري، يمكن أن تكون هناك جوانب من الحداثة صالحة عالميا، لكن يجب مراعاة التنوع والتعددية الثقافية من فهمنا لهذه القضية. ثانيا، علوم اللغة. 1- لاحظ الكلمة التي تحتها خط في الجملة التالية: تمتد جذور الأفكار في أعماق التاريخ. ثم حدد ما يلي: المستعار له هو الأفكار، المستعار منه هو الأشجار، قرينة الاستعارة جذورها، نوع القرينة هي قرينة لفظية، نوع الاستعارة هي مكنية. سؤال ثاني: كون جملتين مفيدتين من إنشائك تشتملان على ما يلي. الأمر يفيد التمني: يا رب أسألك أن تحفظ وتحمي أحبائي في كل وقت ومكان. العدد المفرد: الطالب الواحد حصل على أعلى درجة في الامتحان. ثالثا، درس التعبير والإنشاء. يشير مفهوم الحداثة إلى كيان تاريخي من مبادئه العقلانية والحرية والديمقراطية، تبلور في أوروبا وتطور داخلها ثم انتشر خارجها عبر الحداثة التقنية. وسع هذه الفكرة في موضوع إنشائي متماسك، مقدمة عرض خاتمة، مسترشدا بمهارة توسيع فكرة، وذلك فيما لا يقل عن 15 سطرا. أعطيت لكم واحد المثال هنا. مفهوم الحداثة ليس مجرد تصور تاريخي، بل هو نتاج تطور فلسفي واجتماعي عميق، حيث تجسدت فيه مبادئ عقلانية وحرية وديمقراطية. هذه المفاهيم لم تكن مجرد مفاهيم فلسفية، بل تحولت إلى قوى دافعة للتغيير في العديد من المجتمعات. بدأت الحداثة كظاهرة تاريخية في أوروبا، حيث انبثقت في سياقها الثقافي والاجتماعي وشكلت جزءا لا يتجزأ من تطورها الحضاري. تطورت مبادئ الحداثة تدريجيا في أوروبا
عبر التفكير الفلسفي والسياسي والثقافي، حيث نشأت فكرة أهمية تحرير الفرد من القيود الروحية والسياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في العصور الوسطى. ومع تطور الفلسفة والفكر السياسي في العصور الحديثة، أصبحت مبادئ الحداثة تتمثل في التفكير العقلاني والمطالبة بالحرية الفردية والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية. على الرغم من أن أوروبا كانت مهد الحداثة، إلا أن تأثيرها تجاوز حدودها الجغرافية ليمتد إلى باقي أنحاء العالم. فظهور الثورة الصناعية في القرن 18 والتطورات التكنولوجية المتسارعة في العصر الحديث أسهمت في انتشار الحداثة التقنية إلى جميع أنحاء العالم. بالتالي، فإن مفهوم الحداثة لا يقتصر على مجرد تطور تاريخي في أوروبا، بل يمثل مجموعة من القيم والمبادئ التي تؤثر على التفكير والتطور الحضاري في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال فهمنا لهذه المبادئ وتطبيقها، يمكننا النظر إلى مستقبل يحمل في طياته التقدم والتحول نحو مجتمعات أكثر حرية وعدالة. في النهاية، يمكن القول إن مفهوم الحداثة لا يقتصر على حقبة زمنية أو مكان محدد، بل هو تجربة إنسانية عالمية تعبر الحدود الجغرافية والثقافية. مع تطور التكنولوجيا وتقدم المعرفة، يصبح الفهم والتطبيق الصحيح لمبادئ الحداثة أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يمكنها أن تسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية برمتها. هنا كيسالي الفيديو ديالنا، ما تنساش تحط معاك واحد اللايك وتشترك في القناة. إلا محتاج شي جاوي ولا شي امتحان قولوا لنا في الكومنتات. الله يعاونكم.